السلام عليكم، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في قناه ديالي ميرا شوبينغ. كنتمنى تكونوا كلشي بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه واموركم مزيانه. اليوم انا جينا نصيد واحد شويه، كاينين هنا في الشاطئ ديال الانزا اكادير، والجو زوين، الناس كيعوموا كيديروا السيرف. كما قلت لكم هذه انزا اللي كانت هنا، يعني كانت منسيه ولا مهجوره، ودابا يعني ولات من اشهر الاماكن اللي كاينه كيديروا فيها السيرف، ولات معروفه بزاف. كان في الاول كان اورير، يعني مدينه اورير ولا اورير كان معروفه بالسيرف، دابا ولات هنا انزا اللي معروفه عندنا بالسيرف. تقريبا كيجيو لها الناس من جميع انحاء العالم باش يديروا لي عندهم هذه الهوايه ديال السيرف. كما كتشوفوا الدنيا عامره، الناس كيعوموا. هاد نقرب لكم باش تشوفوا الجو زوين، غزال بزاف بزاف بزاف. جينا حنا نحاولوا نصيدوا واحد شويه ونشوفوا كما كيبان لكم البحر. ها انتم الداخل، المنظر غني عن الوصف. يعني هادو التوريس كيجيو كيديروا هاد الهوايه تاعهم هنا كما كتشوفوا. والهيها كما قلت لكم ديك جي فين كاينه القهوه تاع الفلسطيني اللي كنا جلسنا فيها ديك النهار، اللي كنت وريتها لكم ديك النهار كنا جلسنا فيها. وقلت لكم هاد البلاصه راه نعيط لكم هاد البلاصه هادي فين كيديروا السيرف. يلا نمشيو نديكم معايا نكملوا. هذه القهوه ديال الحكيم هي فين كنجلسوا دائما. كنظنش تبان لكم دابا لان ضرب التليفون ضرب فيه الشمس، غنحاول نبينها لكم. هاد القهوه هادي يعني كنجلسوا فيها، كتكون مزيانه، يعني عند قهوي كاملهم مزيانين، غير حنا كنفضلوا نجلسوا عند حكيم. كما كيبان لكم ها انتما كتشوفوا هاد المنطقة هادي تقريبا راه حدا الدار ديالنا فين ساكنين تقريبا. عاد شي غنوري لكم فين كاين، غايبان لكم واحد الجامع فين كاين الدار ديال الوالدة والوالد هنا في هاد البلاصة هادي حدا الجامع. يعني كنجيو لا غير على رجل ولا كيما كتشوفوا هنا. في الاول كانت واحد القهوة اللي كانت على شارع الهيها، وكانت القهوة ديال حكيم. دابا تقريبا ها نتوما غاديين كلشي مشى قهاوي. انا غنوريكم تقريبا كانت قهوة وحدة جوج، دابا تبارك الله ها نتوما تشوفوا، لان المنطقة غنية بالسياح ولات كاملها قهاوي، وباقي غادي تزيد ان شاء الله القدام، وباقي غادي يعني هاد المنطقة بزاف. كنتمنى المنظر يبان لكم هكا كي كيبان رائع. هادو كي ديجا كيترينيو لداخل، والاخرين ها هما كيديروا التسخينات باش يدخلوا يتدربوا داخل. وهاد البلاصه هادي منطقه ديال انزا، تلقاو هنا الاثار ديال الديناصورات. فهاد المنطقه هادي بالضبط اللي كنوريكم كاينين بلايص هنا تلقاو فيهم الاثار ديال الديناصورات. داكشي علاش ولات معروفه هنا انزا بالديناصورات، يعني الديناصور ولا الديناصورات راه كاين في الدخله ديالها، كاين واحد كبير مصورينه. وهنا هذا المنظر هذا اللي كيبان ديال الشالوطيات خارجين، وديال هذوك الفليكات الصغار كيصيدوا الحوت، غزال بزاف، منظر رائع غني عن الوصف. يعني هاد الناس هادو سعداتكم بهاد البلاصه هادي. حنا الصراحه كنتوحشوها بزاف، كنتوحشوا هاد المنظر هذا، كنتوحشوا هاد يعني الناس هنا، الناس على برا كيعطيو الفلوس باش كيجيو لهاد المنطقه هادي. دابا هادو الناس راه جايين خاسرين فلوسهم، خاسرين شحال من حاجه باش يجيو لهاد البلاصه هادي. كنتمنى هاد الناس على المنطقه هادي يعرفوا بهاد القيمه تاع هاد البلاصه هادي. المهم كاين معنا السي خالد، هو اللي كيقد لنا التنارات.
اوكي اختصاصي في هادشي ديال نعم من الصيف هذا الماتيريال حنا ديجا جايبينه معنا كيكون هنا في الدار كيبقى هنا في الدار وكاينين السنارات كاينين يا اوكي هادو السنارات كنا جبناهم هذا غير هادي ديالتي نورمالمون وهادي ديال اميره كنا خديناهم من خديناهم من المانيا من الدي كانوا جابوهم هادي ديال اميره وهادي ديالي وكاينه ديال العزيز كبيره ها الثمن تاعها 19 بوليت 20 اورو ومزيانين الصيد زوينين بالنسبه للدراري الصغار ولا بالنسبه ل وفيهم غارانتي تاع 3 سنين ولا بالنسبه للكبار وكاينين الكبار هاد بحال هكا هاديك ماتيريال دابا خالد كيقاد لينا السناره باش نصيدو السناره تاع لالا اميره راه تصوبات نشوف واش غتصيد لينا وهادي ديال العزيز تا هو راه وجد راسو نشوف واش غيصيد حتى هو سي خالد باقي كيصوب وحده اخرى شنو هي هادي خالد تفزدت تفزدت هادي تفزدت معاه مشينا كنقلبوا على الدويده وما لقيناش الدويده ياك خالد هادي تاهي كتكون في البحر هادي تاهي كتكون في البحر بحال البطاطا ديال البحر كتكون بحال هكذا لا كتكون في الجوا ديالها في الجوا ديالها وكيتحيد بحال كيتقطع بالموج قاص الجوا ديالها قاص ديال القاص كيتقطع بالموج وهو حتى الجبد هادي كتسمعني انا خصها هادي وعاد كتجبد بحال هادي دابا هادي باش كيصيدوا صافي دابا خالد راه قد الصناره ديال من هادي ديال العزيز يلا سد يلا شي حوته تكون كبيره باش نتعشاو فين هي ديالي صوب ديال الاميره هي الاولى عاد صوب ديالي يلا دير ديالي انا كاينه الصياده اي سي مو صيد شي حاجه كاين شي ولا والو نسيو العزيز باقي ما صيد والو اميره كتبقى السناره ديالها وحلات لها جوج المرات في لي روشي كيما كيبان لكم الجو غزال بزاف فين هي على سلامتك قال لك هي هي وسيد والو كيكذب كيكذب يا الله نشوف واش غيصيد شي حاجه ولا والو قلت لهم انا اختارت واحد البلاصه زعما باش غتقدر تصيد فيها شوفوا شنو غتقدر تصيد وين فاش كنا هنا في الصيف كنا كنجيو نصيدو هنا وكانت اميره بسلامتها هي اللي كتصيد يعني كتجي كتلح وكتصيد تبارك الله عليها وهما كيبقاو كاملين واقفين واقفين كيتسناو يصيدوا شي حاجه والو هي كتجي كتمشي لديك البلاصه اللي راها واقفه فيها وكتلح الصناره تاعها وكتجبد الحوت ماشي الحوت كبير المهم حوتات صغيرين ولكن كتصيد كتنقب وكتمشي قال لكم العزيز كتجي كتنقب يعني كتقلب على كتبغي تاكل الماكله وكترجع كتهرب ها
كاينه هنا واحد البلاصه غنوريها لكم دابا. هاد البلاصه يعني حدا فين كنصيدو يعني غير هنا ياك. هاد البلاصه هادي سبحان الله العظيم كما كتشوفوا الماء هابط من يعني جاي من عين هادي عوينه خارجه من هنا. هاد الماء هذا راه حلو جاي من الفوق ما جايش من البحر. هانتوما كما كيبان لكم كيهبط من الفوق. ها هو هذا بسم الله الماء ديالو حلو يعني حدا البحر. هادي عوينه خارجه هنا معروفه من شحال هادي. شنو كيقولوا لها سيمو سميتها سبحان الله العظيم ها مغطيه. شنو سميتها اش كيقولوا لها سميتها؟ هانتوما ها البحر كتهبط خارجه في الماء كتشربها سبحان الله العظيم الماء ديالها حلو. علاش كتصلاح ولا علاش كتصلاح ولا ما عرفتش نهائيا. هاد العين هادي سميتها عين صحيره. هادي عين صحيره قال لك عين صحيره. شو الماء راه كيجي من الفوق وكيخرج كيجي حلو. كي اللي غايقول لا راه شي قادوز لا راه هذا ولا الله اعلم. المهم عين خارجه وسط البحر وسط الماء تاع يعني وسط لي روشي والماء ديالها حلو. اكشوني انا شربت منها الماء ديالها حلو. داكشي اللي كاين